وإلى أخبار النقل، حيث قال المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم إن هيئة السكة الحديد حصرت تلفيات قطار السويس الإسماعيلية الذي هاجمه بلطجية الثلاثاء الماضي ب31,000 جنيه نتيجة تعرضه للتخريب. وأوضح إبراهيم أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل يصر على عدم تشغيل القطار إلا بعد تحصيل قيمة التلفيات من المخربين أو حصول النيابة العامة على تعهدات على ذويهم بتحمل تكاليف إصلاح القطار. هذا وقد ألقت الشرطة القبض على 7 من مثيري الشغب بعد تسببهم في تلفيات بالقطار وجاري التحقيق معهم في النيابة العامة.